عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم من تيم ايزي. هنشرح دلوقتي الشطر الخامس من الاير بعنوان الفيرتيجو. يعني ايه فيرتيجو او فيرتيجو؟ اللي هو الدوار، يعني رونج سنسيشن اوف موفمنت. والموفمنت دي غالبا بتكون ان فورم اوف روتيشن، يعني الروتيشن اللي هو الدوران يعني. والهلوسينيشن اوف موفمنت دي بيبقى سببها ليجن، يا اما في اللابرنس او في السنترال كونكشنز بتاعه الكوليبريم اللي موجوده في البرين. فاما يكون الليجن في دالابرنس اللي هو الفيستيبولار لابرنس الموجود في الانر اير، او في السنترال كونكشنز الموجوده في البرين. بس قبل ما نعرف الباثولوجي اللي هو الفيرتايجو، الدوار بيحصل ازاي، لازم اصلا نعرف الكوليبريم توازننا بنحافظ عليه ازاي. فالفيسيولوجي اوف اكوليبريم الفيسيولوجي اوف اكوليبريم بتتم عن طريق ثلاث مراحل. اول مرحله ان احنا نجذر الانفورميشن او السنسوري انفورميشن من الاورجانز، يعني اول سنسيشن بنجيبه من الفيجن الرؤيه. تاني حاجه بنجيبه من البروبيوسبتورز اللي موجوده في الماسلز والتندونز. فاكرينها الريسبتورز دي كانت بتدي للمخ اشارات بتعرفوا بيها وضع العضله او وضع الجوينت ده، هل العضله كونتراكتد ولا ريلاكسد، والجوينت فليكسد ولا اكستندد. والريسبتورز الموجوده في الفيستيبولار لابيرنس برده، كل ده بيبعت سنسيشنز او امبلسز للبرين. البرين يجمع السنسيشنز دي ويعمل لها انتجريشن، وبعد كده يطلع اوردرز، يطلع اوامر. يطلع اول حاجه موتور اوردرز للاكسترا اوكيولار ماسلز، وموتور اوردرز للسباينال ماسلز عشان يكنترول الليمب والترانك. خلصنا مقدمه الفيسيولوجي، يعني في العاده مش بيسالوا فيها، فنخش على طول على اللي عندنا يعني الكلينيكال. لو عيان جالك في العياده، انت دكتور انف واذن، احنا في مجال انف واذن، وهتعتبر نفسك دكتور انف واذن. عيان جالك بيقول لك يا دكتور انا عندي دور. فيعني اهم حاجه في رحله العلاج بتاعته ان انت تاخد منه هيستوري قوي جدا. يعني لازم اهم حاجه في العلاج هي الهيستوري بالنسبه لمريض الدوار. يبقى تيكينج هيستوري اذا كي ستيب تو دايجنوز ذا فيرتيجو. تمام. ليه بقى؟ لان الفيرتيجو ده عرض وليس مرض، زيه زي الصداع الهيدك. الهيدك هل هو مرض؟ لا، هو عرض لامراض كتير، وبرضك زيه بالظبط الفيرتيجو الدوار عرض لامراض كتير يعني. تمام. فلازم اول حاجه تشوف هل الفيرتيجو اللي عندك اصلا ترو فيرتيجو ولا سنترال فيرتيجو ولا اصلا سودو فيرتيجو. هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي، فبس نكمل الكلام دلوقتي في اخر هيستوري، وبعد كده هنشوف ازاي نفرق ما بينهم. تمام. تاني حاجه تساله هل الفيرتيجو دوت ايبسوديك ولا يعني بريزيستنت، يعني ريكارنت ولا بريزيستنت، بيجي له على شكل نوبات ولا مستمر ومكمل معاه يعني. تمام. تاني حاجة تسأله بقى تشوف عنده اعراض تانية ولا لا، يعني اعراض جنب الفيرتيجو ايه هي. لو هو عنده اتولوجيك سيمتومز مثلا، وده يعني العين ده بالنسبة لك بقى هيكمل معاك كدكتور انف واذن. تمام. فهو مثلا ممكن عنده اتولوجيك سيمتومز زي الديفنس والتيريتاس اللي هي الطنين اللي في الود، وير ديسشارج، ويبقى عنده نوزيا وفوميتنج ودايريا. ممكن يبقى عنده نيورولوجيكال سيمتومز زي يبقى عنده هيديك، ويكنس، باراسيزيا، تنميل، ديبلوبيا، اتاكزيا، زغللة، ويبقى عنده انكوردينيشن ولوس اوف كونشسنس. وبيقول لك ان اللوس اوف كونشسنس دوت ممكن يكون يعني بيزود البوسيبيليتي ان هو يكون اصلا عنده ابيليبسي، المريض ده يكون عنده ابيليبسي. تمام. وتسال بردك لو في هيستوري للهيد تروما، ولو بياخد دراجز، ممكن بياخد دراجز بتعمل له دوار زي الترانكولايزرز اللي هي المهدئات، والهايبونوتكس المنومات، واوتوتوكسي دراجز اللي هي الدراجز اللي بتعمل الاوتوتوكسيسيتي. كل ده لازم هيستوري لازم تاخده كويس جدا من العيان وانت تساله اول ما دخل عندك العياده. وبعد كده بقى تشوف هل الفيرتيجو اصلا اللي عنده ده تبعك ولا لا. فتاني حاجه احنا هنشوف ايه انواع الفيرتيجو. اول نوع معانا من الفيرتيجو هو السودو فيرتيجو، وده بيكون دوار ناتج عن نقص الاكسجين اللي واصل للمخ، ملوش علاقه ولا بليجن في اللابيرنس ولا ليجن في الكونكشنز اللي موجوده في البرين. فالسودو فيرتيجو ده اصلا مثلا بيبقى عند العيانين اللي هم عندهم انيميا، او عندهم مثلا بوستشرال هايبوتنشن او اثيروسكلروزيس. كل الناس ديت بيبقى عندها اصلا الاكسجين اللي واصل للبرين قليل، فبينتج عن كده ايه بقى، ان يبقى عندهم اصلا دايما فينتنج سنسيشن كده، انه حاسين انهم يغمى عليهم،
وبلاكينج اوت مثلا، عارف لما يبقى حد عنده انيميا وراقد على السرير وفجأة يقوم قايم مرة واحدة، بيحصله كده حاجة زي دوار والدنيا تضلم في عينه اللي هو بلاكينج اوت، وممكن اصلا يحصل له مومنتري لوس اوف كونشسنس لما يقوم جيتنج اب اوف بيت اوت اوف بيت. تمام، مع عندهم كمان نوزيا اللي هو الغثيان. تمام، وكمان اللي بيأكد لك ان هو ما عندهمش حاجة ليها علاقة باللابنس ولا حتى ولا بالبرين، ان بيبقى عندهم نوتولوجيك سيمتومز ونو نيورولوجيك سيمتومز زي الديفنس والتيتنس والاير ديسجارج، والنيورولوجيك سيمتومز ما عندهمش سيربيلار سيمتومز ولا سيربيلار سيمتومز ولا سيربيلار سيمتومز. ف يعني العيانين دول انت بتحولهم بقى يعني سنت تو بروبر سبيشالست، زي مثلا دكتور الكارديو او دكتور البطنة مثلا. في نوع تاني من العيانين بقى اللي هو السنترال فيرتيجو. سنترال فيرتيجو جاي من هنا السنترال نيرف سيستم اللي هو سي ان اس، فليه علاقه بالكونكشنز الموجوده في البرين. فالعيانين دول بيبقى اصلا عندهم مع الفيرتيجو اعراض تانية زي الديزينس والجيدنس والانستيدنس، والتلاته معناهم احساس ان هو هيغمى عليه كده، قرب نير تو فينت مايت فينت يعني، وبيبقى دايخ. وديس ارثريا مش قادر يتكلم، وجايت ديس اوردر عنده خلل في المشي. لو انت رسمت له خط مستقيم في العياده كده قلت له امشي عليه، هتلاقيه بيحود من عليه كده، رايح بيتطوح من عليه يعني. فده هتوديه للنيورولوجيست دكتور اعصاب هيكمل معاه هو بقى. اما بقى لو هو عنده بريفلر فيرتيجو، فده غالبا انت بقى كدكتور انف اذن انت اللي هتعالجه. هيبقى عنده مع الفيرتيجو روتاتوري سنسيشن اللي هو الفيرتيجو اللي بتاعه هيبقى نوعه من نوع اللي هو الدوار، حاسس ان هو الدنيا بتدور بيه وهو بيدور. وكمان نورولوجيك سيمتومز ما عندوش اي اعراض ليها علاقه بالنيرفس سيستم. وعنده اوتولوجيك سيمتومز اللي هو اعراض ليها علاقه بالاذن زي الديفنس والتيتنس التينيتس والاوتوريا لو عنده اير ديسشارج يعني. تمام، نكمل بردك انواع الفيرتيجو. بص هو يعني ايه، انا شايفه ان الاحسن ان احنا نشوف ايه الامراض اللي بتعمل فيرتيجو اللي ليها علاقه بالاير، وبعد كده نكمل نشوف بقى التقسيم بتاعتهم وتصنيفاتهم، عشان يعني كل دي امراض يعني انت هتبقى قاعد بتسمع مش عارف تحفظ ازاي، لكن لما تفهم كل مرض الميكانيزم بتاعه ايه هتعرف اصلا هو تقسمه كده ليه. يعني هنبدا احسن دلوقتي بالامراض. فاول مرض معانا اللي هو البناين بروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو اللي هو البي بي في، من اسمه بناين يعني هاف ا جود بروجنوزس، بروكسيمال اتاكس يعني بيجي على هيئه اتاكس، وبوزيشنال في وضع معين، فيرتيجو دوار. فالتعريف ريكيرنت ترانزيانت اتاكس اوف فيرتيجو ان سيرتن هيد بوزيشن، في وضعيه معينه للراس بيحصل فيرتيجو للمريض ده، اتاك اوف فيرتيجو بتكون ترانزيانت مؤقته وبتروح وتيجي. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ديجنريشن اوف ذا فيستيبولار سنسوري اند اورجان. الايتيولوجي بتاعه بيبقى انون، بس بيبقى بسبب هيد تروما او فاسكولار ديستربنس. يعني ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، فاكرين هنا في الفيستيبولار لابيرنس اللي موجود في الانر اير ان بيبقى فيه هنا حاجه اسمها اليوتريكل. اليوتريكل ده جواه حاجه اسمها الماكولا. الماكولا دي بتبقى عباره عن نهايات عصبيه يعني، فوقيها الاندوليمف، وعليه عايم عليه حاجه اسمها الليتوليسيس او الكالسيوم كربونيت كريستالز. الكالسيوم كربونيت كريستالز دي اعتبروها الحاجات السمراء دي، بيحصل لها ديتاشمنت نتيجه مثلا، هو الايتيولوجي انون زي ما قلنا، بس مثلا بيقولوا ان هو مثلا ممكن تبقى نتيجه هيت تروما او فاسكولار ديستربنس. المهم حصل ديتاشمنت للكريستالز دي، وقعت بالجرافيتي، راحت فين؟ راحت في البوستيريور سيمي سيركلر كانال. تمام، بتعمل هنا بقى، بتعمل في الكنال دي، بتعمل فيه ديجنريشن للفيستيبولار الفيستيبولار سنسوري اورجانز اللي موجوده في الكنال دي، فبيسبب الفيرتيجو. العيان هيجي يشتكي لك من ايه بقى؟ يقول لك يا دكتور انا لما باجي انام على ودني اليمين بيحصل لي نوب الدوار فجاه كده، وبتقعد مثلا 50-60 ثانية وتروح. انت بتعرف ساعتها ان هو عنده البناين باراجوزمال بوزيشنال فيرتيجو. فالكلينيكال بيكتشر ان هو بيحصل اتاكس اوف فيرتيجو 4 سكندز، وسكندز دي مهمه، هو يعني يعتبر المرض اللي احنا هناخده الوحيد، بس ما اعرفش فيه تاني ولا لا، بس المرض اللي احنا في المنهج بتاعنا هناخده الوحيد اللي بيعمل فيرتيجو سكندز. تمام، ونو هيرينج لوس، ما بيبقاش عنده ديفنس. انت لو عملت له هيرينج اسيس هتلاقي الهيرينج طبيعي. وكمان البرايم بروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو دوت بيبقى الموست كومن كوز اوف فيرتيجو. تمام، يبقى الانستنس بتاعته هو موست كومن كوز اوف فيرتيجو، دي مهمه.
الانفستيجيشنز بقى اللي هتعملها عشان تتاكد ان العيان دوت عنده البناين بروجسمال بوزيشنال فيرتيجو، ان تعمله التيست اللي هو نستيجموجرافي بوزيتيف بوزيشنال تيست، او اسمه التاني ديكس هول بايك تيست. يبقى نستيجموجرافي بوزيتيف بوزيشنال تيست او ديكس هول بايك تيست. التيست ده عباره عن ايه؟ ان انت بتخلي العيان قاعد على السرير كده، بس تخليه قاعد مش راقد، وتقوم مخليه مثلا باصص لك انت، تثبت راسه ليك ناحيتك، وتقوم مره واحده مرجعه لورا في الوضعيه السوباين، وتخلي الهيد هانجنج، تبص بقى تبص في عينيه تشوف هيحصل له نستجماس ولا لا، وتساله حصل له دوار ولا لا. فلو هو حصل له اكيد بقى يبقى خلاص هو عنده البناين باراجوزيسمال بوزيشنال فيرتيجو. فتيرن تيرن the patient is turned rapidly from the sitting position to the supine position with the head hanging and turned to one side. البروجنوسيس هو زي ما قلنا عشان هو بناين فهو بيخف اصلا spontaneously within few weeks. لو الدوار ده كان زعج المريض قوي ممكن نعمل له علاج طبيعي اللي هو positional exercise، وفي الحالة دي العلاج هيبقى اسمه ابلي مانوفر ميثود. العلاج ده عبارة عن ان هو المعالج الطبيعي يعني الدكتور الطبيعي دكتور العلاج الطبيعي بيخلي الراس تلف، تقعد يلف يلف الراس عشان يحاول يخلي الكريستالات بدل ما هي موجودة في الكنال يخليها تلف الكنال كلها وترجع تاني لليوتريكل تاني. تمام، بس كده. لو العلاج ما لو العلاج الطبيعي منفعش والدوار فضل معايا بقى عدى الاسابيع وخلاص بقى بريزيستنت، هنقوم هنعمل له بقى سيرجري، هنعمل له سيرجيكال ديفيجن اوف سنجولار نيرف. سنجولار نيرف ده اصلا اللي هو النيرف اللي بياخد السنسيشنز من البوستيريور سيمو سيركال كانال. تمام، بعد كده بقى تاني مرض معانا اللي هو المينيرز ديزيز. النيرز ديزيز ده يعتبر زي مثلا استسقاء في الاذن الداخليه، استسقاء في الانر اير، فهو ديستنشن اوف ذا ميمبرينس لابرنس ديو تو انكريز ذا فوليوم اوف اندولينف اللي هو اندولينفيك هيدروب. شايفين يا جماعه في الصوره هنا النورمال ميمبرينس لابرنس، شايفين هو رفيع ازاي اللي هو الرصاص اللي هنا ده، شايفين رفيع ازاي ومش مضغوط بالبوني لابرنس الابيض. لما الناس اللي عندها مينيرز ديزيز بيحصل لها زياده في الاندولينف اللي موجود جوه الممبرينس لابرنس، فيقوم عامل ضغط للممبرينس لابرنس جوه البوني لابرنس، كانك نفخت بالونه جوه صندوق صغير، انت بتضغط البالونه والصندوق مش حجمه مش هيتغير. تمام، الانستنس بتاعتها بقى ان هو اصلا فريكوانسي كومن للناس اللي من ما بين 20 ل 50، وعاده بيبقى يونيلاترال بس ممكن يجي بايلاترال. تمام، الاتيولوجي برضك زيه زي البناين بروجريسمال بوزيشنال فيرتيجو انون، بس مثلا بس بقى الميكانيزم يعني الميكانيزم اللي بتحصل ايه، انه يحصل يا اما زياده في الابزوربشن او لا زياده في الابزوربشن ايه نقص في الابزوربشن او زياده في البرودكشن. الابزوربشن اللي هو بيحصل من الاندولينفيك ساك، شايفين الاندولينفيك ساك اللي هنا دي بيحصل منها تصريف للاندولينف وما يحصلش ضغط ليه جوه الميمبرينس لابرنس، فلو الابزوربشن ده قل الاندولينف هيزيد وهيضغط الميمبرينس لابرنس، او يحصل زياده في البرودكشن اللي بيزيد في جوه الكابيلاريز الموجوده في الكوكليا بقى فيها الخلايا المسؤوله عن تصنيع الاندولينف، فلو التصنيع زاد والكابيلاريز زاد البريميبيليتي بتاعتها الاندولينف هيزيد. وبيقولوا يعني هو انون، بس يعني برضك زي ما قلنا في البناين بروكسيمال قلنا ممكن يكون مثلا بسبب تروما او فيسكولار ديستربنس، برضك في المينيرز ديز ممكن يبقى ايه بسبب اندوكراينال ديستربنس او اوتو اميون ديستربنس او سمباثيك اوفر اكتيفيتي او الرجي، يعني هي دي الاسباب اللي ممكن تؤدي ان يحصل مينيرز ديزيز. السيمتومز بقى العيان هيجي يشتكي لك من ايه؟ هيقول لك يا دكتور انا عندي فيرتيجو معاه هيرينج لوس ومعاه تينيتس، دول اهم ثلاثه ترياد اوف سيمتومز اللي هم فيرتيجو وهيرينج لوس وتينيتس، والرابع اللي زوده دكتور مسعد سنسيشن اوف اير فولنس. يعني واحنا اصلا قلنا ان هو المرض عباره عن ان بيحصل استسقاء في الانر اير، تحس ان الميه ملت الانر اير كلها، فممكن يقول لك ايه انا حاسس ان ودني مليانه، حاسس ان ودني فيها ميه مع ان مفيش ميه بتنزل بس هو حاسس بكده. تمام، الاتاكس بتاعه الفيرتيجو اللي بتبقى بسبب النيرز ديزيز بتقعد من مينيتس ل اورز، بس مستحيل تبقى ايام، نيفر دايز، يبقى سيفرال مينيتس تو سيفرال اورز نيفر دايز.
الفيرتيجو ده بيكون عادة يصاحبه نوزيا وفوميتنج، وما بين الاتاكس بيحصل البيشنت بيكون عادي جدا، يعني هو البيشنت بقى قاعد عادي جدا فجأة الاتاك تجيله يحصل له نوزيا وفوميتنج والفيرتيجو، تمام. ويبقى عنده كمان هيرنج لوس، بس الهيرنج لوس في المينيرز ديزيز لازم نقسمه نوعين، يا اما يكون اصلا العمريض ده في بدايه المرض يعني انيشيالي في البدايه، فالهيرنج لوس ده بيبقى ريفرسابل، يعني بيروح يجي مع الاتاك يجي له الهيرنج لوس، اول ما الاتاك تخلص سمعه يرجع طبيعي، بس يعني طبيعي بالنسبه له، لكن هو ما بقاش يسمع الاصوات اللي ترددها منخفض، فبنسميها هنا في الحاله دي فلكتوانت هيرنج لوس، تمام. لكن ليتر اون بقى مع المرور مع الزمن او لو ما تعالجش بيحصل له بيرمننت اند بروجريسيف هيرنج لوس، تمام. اللي بعدها ساينس، انت هتيجي تشوف العيان عنده التيمبانيك ميمبرين سليم ولا لا، هتلاقي نورمال تيمبانيك ميمبرين، بس هتلاقي عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس، لما تعمل له تونينج فورك تيست هتلاقي عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس. الانفستيجيشنز بقى اللي هتطلبها منه، هنطلب منه مقياس سمع اللي هو بيور تون ايديومتري، هنلاقي عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس. عايزين نتاكد برضو، هنديله دايوريتك زي جريسلور مثلا ونطلب منه يعيد الاختبار تاني بعد ساعتين، لقينا الهيرنج اتحسن وقل، يعني الهيرنج لوس قل، فالهيرنج اتحسن، فنتاكد ساعتها ان هو عنده مينيرز ديزيز. فبيقول لك انيشيالي هنلاقي الافكت على اللوتونز، بس في بدايه المرض اللوتونز هي اللي تتاثر، والسمع اصلا هيكون مع العلاج ريفرسابل ممكن يتحسن والدنيا تبقى طبيعيه. ليتر اون يعني بعدين بقى ما فضل المده من غير ما يتعالج الاولتونز هتبقى افكتد وهيبقى ريفرسابل. وهنعمله كمان نستجموجرافي اللي هو بالكالوريك تيست، هلاقي عنده اصلا ريديوسد كالوريك ريسبونس اون ذا افكتد سايد، الناحيه اللي فيها المينيرز ديزيز هيبقى الكالوريك ريسبونس قليل فيها. اللي احنا عارفين ان الطبيعي ان يحصل نستجمس بسبب الكالوريك تيست ده للشخص الطبيعي من 90 ل 120 ثانيه، الشخص اللي عنده مينيرز ديزيز هيبقى اقل من 90 ثانيه، تمام. هنبدا بقى نديله تريتمنت، نشوف التريتمنت عندنا يا اما ميديكال تريتمنت يا اما سيرجيكال تريتمنت. هنبدا بالميديكال تريتمنت طبعا، هنديله انتي فيرتايجلز مضادات للدوار ادورينجز اتاك زي مثلا السينيرازين، وبعد كده بقى هنحاول نقلل الابزوربشن بتاع الابزوربشن والبرودكشن بتاع الاندولينف، فنديله مثلا لابرينساين فازوريجريتور زي البيتا البيتا هيستين، او نديله لابرينساين دي كومبريسنت زي الدايوريتكس، ونعمل بردك سولت ريستريكشن، تمام. ما نفعش والمرض عمال يعمل اتاكس بالفيردايكو والسمع بيقل اكتر واكتر، هنضطر ندخل سيرجيكال بقى. فلو الهيرنج لسه سيرفيسبل يعني ممكن نلحق منه يعني ننقذ ما يمكن انقاذه، هنعمل له عمليه دي كومبريشن للاندولينفيك ساك. فاكرين الاندولينفيك ساك اللي هي في اخر اللي بيحصل منها ابزوربشن للاندولينف ويروح ناحيه بيروح مع السي اس اف، يعني الساك دي حواليها اصلا البوني رابرنس وحواليها كمان البون اوف ذا سكال، احنا بقى هنعمل تفتيت للبون اللي حواليها ده بحيث ان يبقى فيه مساحه اكبر، ان الاندولينف يبقى موجود في مساحه اكبر، فما يحصلش كومبريشن ليه في الممبرينس لابرنس، تمام. تاني حاجه هنعملها لو بردك ما نفعش الدي كومبريشن اوف اندولينفيك اندولينفاتيك ساك، هنعمل له فيستيبولار نيروكتومي، هنقطع الفيستيبولار نيرف اصلا اللي هو بيوصل من الفيستيبولار لابرنس للبرين، فمش هيبقى في وصل احساس من الفيستيبولار لابرنس، ونعتمد اصلا في الاكوليبريم هنا على الفيجن والبروبيوسبشنز، فممكن العيان اللي عملنا له فيستيبولار نيروكتومي ده يقع لو غمض عينيه، يجيله دوار يعني ويقع لو غمض عينيه. وين هيرينج از نوت سيرفيسبل بقى خلاص السمع باظ والدنيا كلها باظت، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل سيرجيكال لابرينسكتومي، هنشيل كل الممبرينس لابرنس اللي موجود في ايه بقى خلاص، يعني ما عادش ليه لازمه، هو مش سامع، هو مش سامع وهو عمال يعمله دوار خلاص نشيله. تالت سبب معانا البرتاجو هو الفيستيبولار نيورايتس، ده من اسمه انفلاميشن في الفيستيبولار نيرف، نتيجه ايه بقى؟ هو اصلا بيحصل upper respiratory tract infection بفيروس مثلا، والفيروس ده بطريقه ما يوصل للفيستيبولار نيرف ويعمل فيه نيورايتس، يبقى كاركترايزد بايه؟ sudden severe vertigo، بيحصل vertigo مفاجئ كده وشديد وزود ديفنس و lasting for few days. في ناس بتيجي تشتكي يعني بعد فتره ما بيبقى عندهم برد بعدها بشويه يقعدوا يومين كده حاسين بدوار شديد،
هو ده هو ده بسبب الفيستيبولار نيوريتس. بيبقى معاه نوزيا وفوميتنج، الفيروس بيبقى فيه فيروس فايرال كوز سسبكتد، وبيتعالج بقى، بنعالج الاعراض لحد ما يخف لوحده عشان ده فيروس، فنديله انتي فيرديجنس دراجز وفيستيبولار ريهابيليتيشن اكسرسايز، علاج طبيعي يعني، هنعمل اكسرسايزز وهنديله دراجز. تمام. رابع سبب معانا بقى في الفيرتايجو هو الترانسفيرس تيمبرال بون فراكشر، حصل كسر في التيمبرال بون، الكسر دوت عمل ضرر للانر اير، يعني انتوا عارفين ان التيمبرال بون تحتها التيمبرال بون تحتها الانر اير، فالكسر ده عمل ضرر في الانر اير، يحصل فيها الكلينيكال بيكتشر بتاعته ايه، هيستوري اوف تروما، ويحصل معاه سنسوري هيرنج لوس، لان اصلا هو ضرب الانر اير، ضرب الفيستيبولار لابرانس زي ما ضرب الكوكليا. تمام. يبقى انجري اوف ذا كوكليا والكوكليار نيرف، وانجري للفيستيبولار لابرانس والفيستيبولار نيرف، ويبقى هيبقى معايا فيرتايجو ونستيجماس، والفيشال نيرف باراليسيس برضو، ولوس اوف كونشسنس، دي كلها الاعراض اللي هتلاقيها، يبقى سنسوري هيرنج لوس وفيرتايجو ونستيجماس وفيشال باراليسيس ولوس اوف كونشسنس. السنسوري هيرنج لوس هيبقى نتيجه الانجري اللي حصل للكوكليا والكوكليار نيرف، والنستيجماس والفيرتايجو هيبقى بسبب الانجري اللي حصل للفيستيبولار لابرنس اللي هو السيمي سيركلر كانالز والفيستيبولار نيرف. تمام. بيقول لك الفيشال نيرف هنا باراليسيس هنا يبقى يكون كومن وميديات وكومبليت. اخر سببين معانا بقى اللي هما اللابرنسايتس اللي هو سابيوريتيف لابرنسايتس وهيماتوجينس او منجيونيك لابرنسايتس. في كده حتين يحصل التهاب في اللابرنس اللي هو الفيستيبولار لابرنس، ممكن يكون سيروس او سابيوريتيف لابرنسايتس ناتج عن كومبليكيشن للاكيوت سابيوريتيف اوتيتس ميديا او الكوليتيوتوما اللي بتعمل ايرودنج تاكل اللاترال سيمي سيركلر كانال، فكل ده يعمل لابرنسايتس. اللابرنسايتس يعمل ايه بقى سيمتومز اللي هي منها الفيرتايجو طبعا اللي هو اهم حاجه، السيفير فيرتايجو الكونتينوس سبونتينوس سيفير فيرتايجو، كونتينوس يعني مستمره وسبونتينوس بتحصل لوحدها، يوم فجاه كده يحصل له نوبه دوار شديده ومستمره لوحدها يعني، مع نوزيا وفوميتنج طبعا وهيرنج لوس وتينيتس. تاني حاجه معانا اللي هي الهيماتوجينس مننجينيك لابرنسايتس، هيماتوجينس يعني فروم بلاد، ومنجينيك يعني فروم منجيس او من السي اس اف، ان العدوى تنتقل للابرنسايتس لللابرنس للمبرينس لابرنس يعني، فتعمل لابرنسايتس. الكلينيكال بيكتشر هيبقى عنده طبعا سنسوري يورا هينج لوس، اللابرنسايتس اصلا مبرينس لابرنسايتس ده منه الكوكليا والفيستيبولار لابرنسايتس، فيحصل الكوكليا تتاثر فيحصل له هيرنج لوس نيورا هينج لوس وتينيتس التينيتس والهيرنج لوس ده هيبقى ممكن يكون يونيلاترال او بايلاترال، يعني على ودن واحده او الودنين، وبارشال او كومبليت يعني كومبليت ديفنس، او يبقى يعني يبقى سيمبل هيرنج لوس. ممكن يبقى عنده بردك اكيد هيبقى عنده فيرتايجو وانستيجماس. تمام. دلوقتي احنا خلصنا الامراض اللي بتعمل فيرتايجو من ناحيه الامراض الانف والاذن والحنجره، احنا بنتكلم دلوقتي في امراض الاذن، ايه اللي في الاذن، انت كطبيب اذن ايه الامراض اللي بتعمل فيرتايجو وهتعالجها، فهي دي كلها اللي احنا خدناها. تمام. نشوف بقى تقسيمتها، احنا هنشوف الفيرتايجو اصلا زي ما كنا قسمنا في الاول، احنا قلنا الفيرتايجو سودو فيرتايجو وسنترال فيرتايجو وبريفرال فيرتايجو، قلنا السودو خلصناه انه امراضه بقى عليها علاقه بالاكسجين اللي وصل للمخ، فهي منها الانيميا والبوستيرال هايبوتنشن والاثيروسكلروز، منه بردك السنترال والبريفرال، البريفرال ده تبعنا والسنترال ده تبع النيورولوجيست. تمام. هناخد يعني ايه نظره سريعه عن السنترال فيرتيجو وايه اسبابه، بس مش هناخد، احنا خدنا التريتمنت بتاع الحاجات التانية خلاص خلصناه. والبريفرال فيرتيجو برضك هناخد التقسيمه بتاعته، هنشوف دلوقتي عندنا البريفرال فيرتيجو ممكن يكون على شكلين، يا اما يكون ايه الرخامه دي، يا اما يكون سنجل اتاك يعني بريزيستنت، يعني الفيرتيجو جاله ومستمر معاه مره واحده، مش بيبقى ايبسوديك، مش بيبقى على ريكارنت بيروح ويجي يعني، او يبقى ريكورنت اتاكس. تمام. في السنجل اتاك او اللي هي البرزيستنت هنعمل له اسس الهيرنج، هنعمل مقياس سمع ونشوف لو لقينا عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس بالمنطق، يعني احنا سنسوري نيورال هيرنج لوس يعني مع ادام عنده فيرتيجو وكمان مش سامع كويس، يبقى اللي اتاثر ايه في الانر اير، اللي اتاثر الفيستيبولار لابرنس والكوكليا الاثنين اتاثروا، فايه الاسباب اللي بتعمل بتاثر على الاثنين، ان يكون في لابرنسايتس الممبرينس لابرنس كله يكون في انفلاميشن لابرنسايتس، او انر اير تروما زي الترانسفيرس تريمبولار بون فراكشر، احنا قلنا ان هو بيأثر على بيعمل سنسوري نيورال هينجلوس وبيعمل فيرتيجو،
او يبقى في يبقى ما فيش بقى إيه، لو ما فيش بقى ايه سنسوري جورال هيرنج لوس، يعني اللي متاثر الفيرتيجو ده معهوش فقدان للسمع، الفيرتيجو اللي مكمل معاه وان اتاك ده معهوش مش مأثر على السمع يعني، فيبقى ساعتها الليجن هتبقى فين؟ في الفيستيبولار بارت، يبقى عنده فيستيبولار نيورايتس اللي هو التهاب في الفيستيبولار نيرف مش في الكوكليار نيرف، تمام؟ او موشن سيكنس، يبقى خلل برضك في الفيستيبولار لابيرنس في السيمي سيركلر كانال، بتعمل موشن سيكنس. الاساس بقى للهيرنج للناس اللي عندها ريكارنت اتاكس، يعني حد عنده بيشنت عنده ريكارنت اتاكس من البرتايجو، وعملنا له اسس للهيرنج مقياس سمع، لقينا عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس، يبقى يعني نبقى عارفين ان اللي اتاثر عنده مع الدوار اتاثر معاه السمع. هي يا اما عنده المينيرز ديزيز، المينيرز ديزيز بيأثر على الميمبرينس لابيرنس كله بما فيهم الكوكليا والفيستيبولار لابيرنس، والبيري ليمف فيستولا، الفيستولا دي فيستولا بتكون واصله ما بين البيري ليمف والاندو ليمف، فاكرين الاناتومي بتاع الانر اير، في كان في بيري ليمف واندو ليمف، في فيستولا ما بينهم، هي دي اللي عامله بيري ليمف فيستولا، تمام؟ عامله سنسوري نيورال هيلين لوس، معلش قصدي، وعامله فيرتيجو، تمام؟ لو ما عندوش سنسوري دورا هينجلوس يبقى عنده البناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتيجو، اللي هو بيبقى عباره عن الكريستالات وقعت من الماكولا للبوستيريور سيمي سيركلر كانال وعملت بناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتيجو، بيقعد لمده ثواني في وضع معين للهيد، وبعد كده يخف بيخف لوحده يعني، او مايجرين اللي هو صداع، ويقعد من مينتس الاورز كده. تقسيمه البريفر فيرتيجو من حيث هل هي سنجل اتاك ولا ريكورنت اتاك، وفي سنسوري هيلينج لوس ولا مفيش، تمام؟ نشوف بقى في تقسيمه تانية في الجدول ديت، سنترال فيرتيجو والبريفر فيرتيجو. بالنسبه للسنترال فيرتيجو فهو بيحصل ثواني due to affection للفيستيبولار نيوكليوي او الفيستيبولار كونكشنز اللي موجوده في البرين ستيم والسيربيلم. ايه الامراض اللي ممكن تعمل افكشن للفيستيبولار نيوكليوي والفيستيبولار كونكشنز؟ مثلا يكون في فيرتيبرو بازولار انسفيشنسي، فاكرين الصوره دي؟ ثواني، فاكرين البازولار الفيرتيبولار ارتري الرايت والليفت كانوا بيعملوا اتحاد مع بعض ويعملوا البازولار ارتري، هو ده يحصل مثلا فيهم اثيروسكلروزيس فيعملوا انسفيشنسي، فمثلا يعملوا ترانزيت اسكيميك اتاكس للبرين فيبقى في فيرتيجو، او يعمل او يحصل مثلا سيريبرو فاسكولار ستروكس سكتات دماغيه، او انكفالايتس، او مالنجايتس، او لاترال ميدولاري سيندروم، دي بتكون عباره عن اكلوجن للبوستيريور انفيريور سيريبرال ارتري اللي هو فاكرينه اللي هو البايكا، يحصل فيه اكلوجن فيعمل بردك فيرتيجو سنترال فيرتيجو، او بازلر ارتري مايجرين، او مالتيبل سكلروزيس. المالتيبل سكلروزيس دوت سكلروزيس ده اوتو اميون ديزيز، بيعمل بيأثر على كذا سيستم في الجسم، ممكن بردك يأثر على الفيستيبولار نيوكلياي والفيستيبولار كونكشنز، او مثلا ابيليبسي، تمام؟ كل دي او دي كل دي اسباب بتعمل بتأثر على الفيستيبولار نيوكلياي والفيستيبولار كونكشنز وتعمل سنترال فيرتيجو. نشوف بقى بالنسبه للبريفرال فيرتيجو، ده مقسمه لحاجتين، يكون الليجن اثرت على اللابرنس نفسه اللي هو الممبرينس لابرنس، او اثرت على الفيستيبولار نيرف اللي خارج من الممبرينس لابرنس رايح للبرين. فبالنسبه لللابرنس بص احنا هي متقسمه منيرز تروماتيك مش عارف ايه، منيرز دي ممكن نعتبرها ان هي اوتو اميون، يعني اصلا من ضمن الايتيولوجي اللي ممكن المحتمل للمنيرز ان هو يكون اوتو اميون. فالمنيرز ديزيز اول مرض معانا بيعمل بيأثر على اللابرنس وبيعمل بريفرال فيرتيجو، بيكون الفيرتيجو بتاعه من minutes to hours never days، خليكم فاكرينها المينيرز ديزيز minutes to hours never days with fluctuant deafness، بيحصل deafness مع الاتاك وبعد كده بيرجع تاني، لكن مع الوقت بيبقى irreversible وما بيتعالجش، تمام؟ وممكن برضك يحصل تينيتس طنين. اما بالنسبه بقى للتروماتيك، الاسباب التروماتيك اللي ممكن تحصل للابرنس وتعمل بريفر فيرتيجو زي ما قلنا، يحصل ترانسفيرس تيمورال بون فراكشر، او يحصل رابشر للابرنساين ميمبرين. بالنسبه للاسباب الانفلاماتوري يحصل لابرنسايتس، واللابرنسايتس دوت ممكن يكون سببه فيرال او بكتيريال، فيرال المامبس والميسلز والانفلونزا،
بكتيريال زي المالنجيتس او كومبليكيشنز للسبيروت اوف اوتيتس ميديا. بالنسبه فاكرين المالنجيتس ممكن يكون هي بتعمل اصلا من جيونيك لابنسايتس، والاوتيتس ميديا الكومبليكيشنز للسبيروت اوف اوتيتس ميديا والكوليستيتوما يعملوا سبيوريتيف لابرينسايتس. كل دي اسباب بتعمل بردك بريفرال فيرتايجو، او يحصل مثلا ديجنريشن للابرينساين اللي هي السنسوري سنسوري اورجانز موجوده في الفيستيبولار لابرنس، زي ما بيحصل في مرض البناين بروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو. وانا حاطه واحد ديت كان قصدي عليها ان هو ده اول سبب او اكتر ذا كومنست كوز لل الفيرتيجو البريفرال فيرتيجو. تاني كومنست كوز هو الفيستيبولار نيورايتس، هنشوفها دلوقتي. دلوقتي بعد كده بعد الديجنريتيف كوز للبريفرال فيرتيجو اللي هو البناين بروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو. علامة مميزة ليه برضك ان هو بيقعد لفيو سكندز، تمام. بعد كده الفاسكولار بريفرال الفاسكولار سبب الاسباب الفاسكولار للبريفرال فيرتيكو ان هو يحصل مثلا سبازم او ثرومبوزس او هيموريدج للابرينساين فيسلز، تمام. اخر حاجة معانا ان يحصل الخلل يكون الليجا موجودة في الفيستيبولار نيرف، زي مثلا ان يكون في فيستيبولار نيورايتس. زي ما قلنا الفيرتيبرال نيوريتس ده بيحصل بعد ما يكون حد عنده انفلونزا مثلا او برد، افتر ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن الفيروس يوصل للفيستيبولار نيرف يعمل فيستيبولار نيوريتس. الفيستيبولار نيوريتس ديت تعمل ايه؟ تعمل سيبير فيرتيجو وزود ديفنس لانه ما اثرش على الكوكليار نيرف، هو اثر على الفيستيبولار نيرف، فيعمل ديفنس يعمل فيرتيجو وزود ديفنس. ويحصل بردك فوميتنج ودايريا فوميتنج ونوزيا، وبيتعالج مع الوقت يعني وبيخف لوحده، وبنديله انتي فيرتايجس دراجز، تمام. كده خلصنا التقسيمه ديت. نشوف بقى الانفستيجيشنز او هاو تو اكزامين اكيز اوف فيرتيجو. بنبدا اول حاجه نعمل له جنرال اكزامينشن، نشوف البلاد بريشر والبالس والبيرور لو هو عنده انيميا ولا حاجه، ونعمل ان تي اكزامينشن نشوف الاوتيتس ميديا ولو في اوتيتس ميديا يعني، ونشوف لو في بوزيتيف فيستولا ساين اللي هي في البيري لينف فيستولا ديت. فاكرين اما كنا بنقول التقسيمه بتاعه البريفرال فيرتيجو قلنا لما يكون في ريكورنت اتاكس مع سنسوري هيرنج لوس يبقى ممكن تبقى بيري لينف فيستولا. بعد كده نشوف نعمل نيورولوجيكال اكزامينشن، نعمل اكزامينشن للكرينيال نيرف، ونعمل اكزاميشن بردك لو في نستجمس يا اما نشوفها بالدايركت اوبزرفيشن او نعمل فرينز الجلاسز ديت اللي هي بتكبر العين قوي دي. لو النستجمس ده ديو تو سيربيلر ليجن هنلاقيه كورس وسلو والريجولار. انا مش عارفه كورس دي خشن قصده ايه بيها هنا في النستجمس، انا شفت الفيديوهات وبردك ما عرفتش ايه علاقه كورس خشن بشكل النستجمس ده. والريجولار وتوارد الديزيز دايت يعني لو الليجن في الناحيه اليمين الرايت من السيربيلر النستجمس هيبقى متجه ناحيه الرايت، تمام. بردك لو في فيستيبولار نستجمس هيبقى عند متكون من سلو كومبوننت ورابيد كومبوننت. السلو كومبوننت ده هيبقى فيستيبولار يعني المعنى الكلام يعني لو مثلا الفيستيبولار لو في فيستيبولار نيورايتس في الفيستيبولار لابرنس الرايت، السلو كومبوننت ده ان هو القرنيه هتروح ناحيه ناحيه الرايت يعني بشكل بطيء، ده اسمه سلو كومبوننت فيستيبولار. بعد كده رابيد كومبوننت ده السي ان اس هينبه القرنيه يقول لها بص قدامك تاني، فبيبقى سنترال كومبوننت اللي هو رابيد كومبوننت بيبقى سنترال. بعد كده نشوف الانفستيجيشنز اللي هنعملها عشان نتاكد نشوف الفيرتيجو ده سببه ايه. اول حاجه هنطلب اللي هي البي تي اي اللي هو البيور تون اوديومتري اللي هو مقياس السمع. بردك هنعمل اي بي ار اللي هو اوديومتري برين ستيم ريسبونس، هنشوف كهربه المخ بالنسبه للسمع وكده يعني. ونعمل بردك هيماتولوجيكال اكزامينشن، نشوف نعمل صوره دم وسيرم كوليسترول وترايجلسترايد واليوريا والكرياتينين، نقيس كل الكلام دوت عشان لو هو مثلا في زياده فيهم ممكن بردك ياثروا على الفيستيبولار سنترز ويبقى في فيرتيجو. ونعمل بردك راديولوجيكال اكزامينشن نشوف التيمبرال بورن اخبارها ايه لو فيها فراكشر ولا حاجه. احنا عارفين ان ترانزفيرس تيمبرال بورن فراكشر بيعمل ديفنس، بيعمل قصدي
هيرينج لوس، سنسوري هيرينج لوس، وفيرتيجو، ونستجماس. فممكن يبقى موجود بقى، نطمن يعني، ونعمل انترنال اوديتوري كانال، نشوف برضك يعني بالريدولوجيكال نطمن على الانترنال اوديتوري كانال والسيرفايكال سباينز، ونعمل برضك التست بتاعه الفيستيبولار اسيسمنت زي الكاريك تيست اللي هو بالميه الساقعه والميه السخنه، والالكترونستيجموجرافي دوت هيعمل، هنقيس النستيجموجرافي بس بالكمبيوتر، والروتيشن تيست دوت بيكون نحط العيان على كرسي دوار كده ونشوف هيحصل له نستيجماس ولا لا، ودوار ولا لا. بس خلصنا كده، كده خلصنا الفيرتيجو، شابتر الفيرتيجو كله يعني، ان شاء الله يكون سهل وبسيط، وحاول توضح على قد ما اقدر والله. يعني اصلا المحاضره كانت لسه ما اتشرحتش في الكليه، فانا اعتمدت على الدكتور مسعد والمصادر الخارجيه، فاتمنى ان انا اكون وفيت حقها يعني، ولو في تقصير فسامحوني يعني عليه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.